لن تصدق ما كانت تفعله فتيات في الطريق السريع في الجزائر العاصمة يوميا وتحذير لاصحاب السيارات حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لفتيات يقفن بالقرب من الطريق السريع ويتظاهرن بالتسول وقال احد مستخدمي الطريق ان هؤلاء الفتيات يمارسن طقوس السحر من اجل الاستيلاء على مركبات الاشخاص فيرجى اخذ الحيطه والحذر